بالرغم مما ميز السياق الدولي من ظروف صعبة تجاوزت بلادنا بمرونة بالمرونة اللازمة من خلال تكييف السياسات العمومية بتبني سياسات استباقية بناء على التوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية، والتي سمحت بتعزيز قدرات صمود الاقتصاد الوطني ومواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة والمسار التنموي على جميع الأصعدة. هذا الأمر تم دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية ولا إلى طبع الأموال، وهو ما يدل عن بعد النظر وعن التحكم في إدارة الشأن العام والنظرة الاستباقية للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث تشير التوقعات إلى ما يلي: أولاً، تسجيل معدل النمو الاقتصادي بنسبة 5.3% نهاية 2023 مقابل نسبة 4.3% سنة 2022، فيما بلغ التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023 نسبة 9.5% مدفوع لا سيما بارتفاع أسعار المواد الغذائية زائد 13.2%. ثانياً، توقع تراجع قيمة الصادرات نهاية السنة الجارية إلى 52.8 مليار دولار مقابل 65.5 مليار دولار أمريكي سنة 2022 بسبب لا سيما انخفاض أسعار البترول من معدل 104 دولار للبرميل سنة 2022 إلى معدل 85 دولار للبرميل هذه السنة.